تكونوا بخير وعلى خير، يلقاكم الفيديو ديالي في احسن ظروفكم واحوالكم يا ربي. كيف ديما احلى من قناه احلام بيوتي. ديجا شاركت معكم البنات واحد لا فيديو ديال مشترياتي من الفا 55 مع ملابس البحر، وقلت لكم باللي مشيت للفا 55 ولقيتهم جايبين نوفيل كوليكسيون ديال لي اكسسوار، وخديت من عندهم دي تروك، وان شاء الله غادي نرجع ونبارطاجيهم معكم في فيديو، وغادي نبارطاجي معكم حتى لي اكسسوار ديالي اللي كنستعمل. مي فجيت نشوف لقيت الفيديو غادي يجيني طويل بزاف، يعني ما يمكن ليش نبارطاجي معكم مشتريات ديال لي اكسسوار مع لي اكسسوار ديالي. فداكشي علاش غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله غادي يكون فيه المشتريات ديال لي اكسسوار ديالي من الفا 55، ونرجع نبارطاجي معكم فيديو اخر غادي نبارطاجي فيه معكم لي اكسسوار ديالي. اول حاجه البنات كنت واخده غير ساشي واحد من الفا 55 ديال لي اكسسوار، ورجعت حيت داكشي عندهم زويون صراحه وعجبني، وباثمنه اللي هي مناسبه بزاف، فرجعت ثاني خديت دوزيام ساشي ديال لي اكسسوار من الفا 55، ودابا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم بالضبط شنو خديت من الفا 55. اول حاجه البنات هاد العقيق هذا كيف ما كتشوفوا لا كولور ديالو شويه واحد الغوز بارد بزاف زيون، وهذا والعقيق ديالو حتى يلمع عجبني. فوالا خديت ثاني هذا العقيق، اللوين ديالو صفيفر وحتى هو كيلمع. خديت ثاني البنات هذا لا كولور ديالو شويه بحال الكري، وتا هو راه العقيق ديالو تيلمع. اللي عجبني بزاف بزاف البنات وفريمون حمقني بهذا المفهوم هذا هو هذا اللي تنقاد لكم شويه باش يبان لكم مزيان. هذا الكولي البنات اللي فيه ثلاثه كيجي زوين بزاف بزاف في اللبسه، ومازال ان شاء الله غادي تشوفوني لابساه هكذا في الفيديوهات اللي كنبارطاجي معاكم. ولي بوكل ديالو وحتى لا كولور ديالته زويونه بزاف. هذا حتى هو عجبني، انا كيعجبوني البنات هاد التريك هذا اللي تيكونوا فيه ثلاثه تيجي على هذا الشكل زويون، وحتى الثمن ديالو مناسب البنات، ثمن 30 درهم لا غلا على مسكين. البنات اللي عندهم على لي اكسسوار، انا صراحه نحمق على لي اكسسوار العقيق وهذا تيعجبوني، حيت فريمون البنات كيجيوني هما اللي تيكملوا اللبسه. هذا غزال بزاف، وحتى لا كولور ديالو كيف ما كتشوفوا البنات انا كيعجبوني لا كولور، الا شفتوه يعني في اللباس ديالي وهذا تيحسوني بالحياه كيفرحوني. كيف ما كتشوفوا، وخديت معاه العقيق ديالو ديال اليد زيونه البنات، غزال 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 غزال. هاد لي هذا تخبل ليا كيف ما كتشوفوا البنات، خاصني ليه الوقت ونقادو، بقى هادشي في الساشي. عجبني شوفوا البنات دايرين فيه هاد الكره هادي، شوفوا غزاله، ودايرين فيها بحال واحد الحجر في الكرونه، وفي وتيبري. نقرب لكم شويه الكاميرا تشوفوا غزيول. فكيف ما كتشوفوا البنات تخبل ليا ها بوحدو، خاصني حتى يكون عندي شي وقيت هكذا ونجلس ونصايب. هذا حتى هو غزيول، ولا كولور ديالو ديال الصيف، شوفوا البنات واحد لي كولور تيبانو زويني، راه ما عرفتش علاش مع لي كليغاج يمكن ما تيبانوش مزيان، ولكن راه مزيون بزاف بزاف. خديت بحالو تاني بحال واحد الزريرق، انا تيعجبوني هكذا هاد لي اكسسوار ديال العقيق تيعجبوني بزاف، تيجيوني كلاس بصراحه. لي بوكل البنات خديتهم بعشرين درهم، عادو في الكرونه تقريبا. خديت تاني هادو هانتوما البنات عشرين درهم، دايرين فيهم ثلاثة
سامبل وزوينين وريدات. خديت تاني هادو وخديت تاني هادو، هادو زوينين كاع، خلاص هادو زوينين بزاف. نقرب ليكم يمكن هكذا الكاميرا تيبان احسن. دونك سالينا من الساشي الاولاني، دابا غندوز معاكم الساشي الثاني. هذا عجبني حتى هو خديته، اسمو اخر خديت، خديت البنات هذا. خديت هذا ازرق، اللون ديالو ازرق، وشوف كيف داير عندك الحجر ديالو، حتى هو بحال لا تيلمع ولكن زوين مخدوم زويونه البنات. هادو كيشيو كيجيو هكذا مع لي غوب، كيشيو انا كنموت على لي زاكسيسوار، تيعجبوني بزاف كيف ما قلت لكم، وكيجيوني هما اللي تيكملوا اللبسه. وصراحه تيعجبني هادشي ديال العقيق، كيعجبني على الذهب، انا هادو هما اللي نورمالمون هادشي انا اللي كنستعمل في حياتي الشخصيه، اولا هادشي انا اللي كنستعمل، يعني العقيق لي زاكسيسوار اللي تيكونوا بحال هكذا، وكنحمق ثاني على النقره، من غير هادشي ما يعني عادي، يعني ولو يكون الذهب عندي زعما زايد ناقص. كاينين بعض السيدات اللي كيموتوا 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 على الذهب، انا والله زعما ماشي تسميو، ولكن كيعجبني العقيق والنقره على الذهب، كيجيني العقيق النقره هكذا كيجيني كلاس على الذهب، وكل وحده والراي ديالها بيان سير، وكنحترم جميع الاراء من طبيعه الحال. حتى الذهب الا عندي ماشي ما عنديش، ولكن كتلقاي عندي داكشي سامبل سنيسله هكذا رقيقه طوينغات صغيورين، ما عزيزش عليا الذهب يكون غليظ كبير، داكشي ما عنديش معاه. هذه البنات عجباتني بحال هكذا في هذا الزرق، وكتجي زوينه في اللبسه. وخديت ثاني بحالها في هذا الشكل هذا تقريبا، يعني عجبتني هذا الزرق، وعجبني حتى هذه الكرونه، تيجيو زوينين في اللبسه. عجبنا البنات هذا، تيجي يعني مكروز على العنق، دونك هادو هما لي زاكسيسوار البنات اللي خديت من الفا 55. كنتمنى انه لوغو ديالي ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا بغات شي بنت تمشي لالفا 55 فريمون فيها داكشي زويون، واكيد اكيد اكيد غادي تلقاي، يعني الا غتلقاي كنقول لك غتلقاي لو شوا ديالك في لي زاكسيسوار. كنتمنى يا ربي انه الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتكونوا استفدتوا شويه. شي وحده الا بغات تمشي لالفا 55 تكون عارفه بالضبط اشنو كاين، واش كاينه وممكن شي حاجه تكون حسن من هكذا. وكيف ما قلت لكم كاينين ثاني كيبدا داكشي من 20 درهم 20 درهم 30 درهم، وكاينين ثاني لي زاكسيسوار اللي واصلين 80 درهم، وانت غاده وطالعه، واكيد البنات اكيد غادي تلقاو شي حاجه زوينه اللي غاده تعجبكم، واللي غادي تفرحكم، واللي غادي تجيكم زوينه في اللبسه، انا متاكده. فالا عجبكم الفيديو جام كيف ديما، تابعونا عندي في لاشين وضغطوا على زر الجرس ان شاء الله باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد، وحتى نتلاقى بكم فيديو اخر. ما تنساوش كيف ديما تنحمق عليكم، وبوسه ليكم كبيره.